السلام عليكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وباش ما تمنيتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ودخول موفق لوليداتنا المدارس ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالرزق والتيسير. امين. السلام عليكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. علاش كتضحك؟ يتنقلي مني اش كنقول؟ يومين كنسلموا على خوتنا المغاربه، علاش لا؟ على اين اخوتي؟ مرحبا على اين اخوتي. بمناسبه ديال عيد ميلاد ديال الاء، ساره كتبريباري الامور ديالها قبل المناسبه، وهذاك الشيء شويه فيه واحد التخربيق بزاف، طلع هباط من هنا بريباري في التعب بزاف، الله يحسن العوان بزاف، سخسخة مسكينة الله يحسن العوان. حنا مازال فيه، مش على الساعة دابا انتم راه العشية ومازال حنا فيه، مازال ما كملناش، حاجة ما سهلة، جينا نجري عليك. بهذه المناسبة فعلا هي مشات كتقضي الامور، وحنا نولي مريحين في الطوموبيل، قلت لها شغديري جماطيري غادي ندير فيها واحد المقلب خطير، بغيت ننتقم منها مسكينة، بغيت نطرد لها الصرف ديال المقلب اللي كان دارت لي قبل، ديال الوليد ديال الاشرف، اللي اشرف بغات تخرجها مني، وانا قلت لك مودي المره الجايه عندها. فعلا اتفقت، هي تاعبه بغيت تزيد عليها، المهم فعلا تاعبه وكذا الى اخره، بغيت تكمل عليها مسكينه. وانا اش قلت اجي، اتفقت انا وليد، عينا ما نفكر في الاخر، لقينا ان انا غنقول لها ما كيتعطلتي وخليت شي الويده كتسنى هنايا وما قدرتش شغاله تا، المهم غندخل لها بهذه المساله ديال الروطه. الله يسمح لنا منها وصافي، الله يسمح لنا منها. سمعتيني، انا دابا غادي نقاد الكاميرا ديالي، غادي ندير فيها مقلب وغادي نصوبها ان في وجهي، غادي نقبوها ونشوف رد الفعل ديالي مع ويده، واش تهضر معها باحترام، واش غتنفاعل، واش بقاو معنا ما تشوفين، انباسي الكاميرا ديالي وتسنوا رد الفعل ساره. صافي الويدة مزيانة؟ صافي مزيان، حيد صافي، انا كلشي كيبان ياك مزيان؟ مزيان خوتي. صافي انا بلاصة الكاميرا، انا نعيط لها باش تجي، بقاو معنا. A few moments later خوتي، فاش غتجي ندير سياسة التليفون كنهضر، لا اسال شي واحد درت مع رونديو وتعطلت عليه. الو السلام عليكم. اييه بخير هاني. خوتنا حبابنا، هي ساره جايه مع الاء، وطاحت لها واحد الطيحه خايبه، راها معصبه بزاف، وحنا كنتسناو ديري لها النشبان والوليده، غادي نكملوا عليها في الاعصاب وغادي نخرجوها من هذه بصح. بقوا معنا اخوتي نشوف ردة الفعل ديالها. لا حول ولا قوه الا بالله. لا والله القسم تنبقي نجي كتقول لي وا ساره عندك التصيه هادي، والله العظيم بالله دوز سيو معايا، ما كتجيبش التليفون صافي. ويلي صباح انا كنصور صارت التليفون، خليتيني نشوج انا وليد في ساعه لما كانت الطوموبيل. انا بنتي كتغوت، اشنو دابا هذه الزبله عندك؟ ماشي نسيبتك، ماشي بحال امك. اش كتهضر هكا حمزه؟ سنين تقال صارت عطلتي صافي. شنو قلتي؟ اش كتهضر هكا؟ ما فهمتش، حيدي ما قال لك والو، قال لك عطلتي. كيفاش قلتي لي عاودي ما سمعتكش؟ كيفاش انا زادي زبله؟ واش ساعات المكانه خليتي ماما مسكينه بلا ما خدات لا دوا ديالها. سمعين كمل لك، ساعات المكانه مخليها مريحه هنا مسكينه، لا ما مشيتي كضربي كعب الغزال واللوز واتي مع راسك في ديك الجيله ومخليها مريحين هنايا. اش منيت كتهضر بابا؟ شكرا يا بنتي. ساره معايا الويده دابا، غاديش نرفع صوتي. انا بغا نهضر غنسكت لان معايا الويده. صافي صافي ما كاين حتى شي مشكل. صافي صافي ساعة المكانة مشات كانت كتلعب غزال، شربت اتاي صحتها، ما جابت لي حتى كاسكنا، خرجت لنا حاجة ولا كريت حاجة، قسما بالله ما كريت حاجة، والله يا خالتي طيب بقات تقول لي خصك تراب، خصك الأضواء وخصك عمرني أنا خسرت لك خاطرك. سارة سمحي لي ماما الله يرحم والديك، ملي عرفتي راسك تعطلي ما تجيبينيش معاك. أنا عمري خسرت خاطرك، ولكن الوالدين كيف كان عامل لك مهمتك وعزيزة عليا وكنقدرها لك، خاصك تعاملي لي مهمتي. كيفاش كنهضر هكذا؟ والحق ما عجبكش الحق؟ انا دابا كنكذب؟ ما عرفتك، ما عرفتي تعطلك قول علينا. كيفاش باز؟ ويلي كتهضر بحال هكا محشومات؟ عرفتي باز هو اللي كيدير داكشي ديال الكوميديا. ما كنعس ما والو من تنجري من الصباح وانت تديني بحال هكا. الله يرحمك. انا معاك ولكن تعطلتي يا ساره. هي معاك كلنا معاونين، ولكن من الاداب غنكمل لك، من الاداب فاش مشيتي عند الناس سمحوا لي راه خليت ادوزتي ما يمكنش تعطل عليها. والله القسم تقلتها لها اقسم بالله. شوف امك اللوز والقرقاع واكله مره مخلينا لك نموتوا بالجوع والعطش.
يعطيني العمى ما كليت حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا والله العظيم اقسم بالله ما كليت حاجه من طيبه غدايا والله القسم حطيته جيت والله ما كلت. يلا باش نجي باش نساعدكم. انا نخلي لكم ميمه خليتوني نص ساعه وانا واقفه ما كانوا عارفه مسكينه مريضه وتكست ما نخليش دابا حمزه من الصباح وانا كنطير رجعت. هذه هي القيمه ديال هذه هي القيمه ديال الويده ديالي عندك. ما مكش لو كانت مك تعتبريها وتقولي ما نخليهاش مسكينه ساعه المغرب. خالتي هي كتعتبرني والله خالتي من خاطري. انا دابا غنهز التليفون غنعيط لامي ما جميله ونقول لامي ما سمعي حضريني نقول لها خلات ماما ساعه المكانه ما خداش الدواء ولا عطش ميمه جميله وهي باش حكمات. انا متفق باش ما نقولش انا ما مزيانش ولا اناني. سمعتي العيب العار عليك انك ما فهمتش هاد الهضره كيفاش ميمه جميله خلفتي ما فهمتش هاد الهضره كيفاش شدوي ساره. سمعتي الحق كيضر دابا انا غير شي واقيله انا اللي زبالة واقيله كيضر كيفاش انا الحق عطلتي يا ساره خالتي حقا تعطلت شويه ولكن خالتي خاصه من بالله والله خالتي ما كليت حاجه وربي شاد عليا وتنبغي يلاه نخرج تتقول لي السيده تتقول لي السيده ساره ماشي شادي صار وانا كنشوف الكتالوج ديالها وحق الله القسم ما تعطلتش يعني ما كنتش جالسه قول لها عائلتي كتسنى فيا ما تجيش اعتذري قولي ودي سمحوا لي وخلينا نقليو نمشيو حاجه ما بقيتش قابحي. ايوا كيما تقول عذر عذر اقبح من ذنب عرفتي هاد الطيغم كيقولوه الناس عذر اقبح من ذنب على الاقل سمحي لي امي علاش كتهضر دابا تبع الطريقه علاش خلينا نمشيو لساعة ما كاناش واخا سمحوا لي علاش كتهضر قوليها من الاول وعلاش كتهضر بهاد الطريقه ما نفوتك طريقه لهيه امي خات حمر كنقول لك امي هي الاولى على راس كل حاجه هي الاولى نغوتك فوتك لهيه شوف 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 بقيت ساعة ما كانت تماك مرتك امك بحال بحال ولكن هي طابت علينا وخلات المرهون لا ما قلتها حتى كلمات العين شوف كيفاش الطريقه ديالو كيفاش شفت كلمات العين ما قلتها لها انا نقول لك انا ما عمرني ما درتها ما يصلح ولكن انا انا نقول لك انا نقول لك انا نقول لك حاجه انا نقول لك حاجه اقسم بالله ما درتها بالعاني هذه اول حاجه وربي شاد عطلتي السيده تنقول لها انا غادي نخرج بحال هكا تجي عندي تتقول لي ساره ما وريتكش هذه البلاصه هذه واخا قول لها ما خليتيش امي انا سيرك تسلم فيا دابا شوفي دابا دابا غادي نقول هاد القضيه دابا من الاخر من الاخر مساله انني معتبرك انك مراتي فوق راسي وعيني وانت عارف هذاك الشيء انا معتبرها بحال ايمان وشيماء شيماء بنتي وانا بنتي خلينا نهضر ماما خلينا نهضر الله يرحمها ودي خلينا نهضر خلينا نهضر باش شيماء ما تقولش ودي راه حيت امو معاه وبغى يدير ليا لا انا عادي عندي انت فوق راسي وهي فوق راسي شوفي المره الجايه تكوني انت امي هنايا غنخليك ساعه المكانه بالعاني غنديرها لك انت عارفه شنو فيه ساره لا ما ديرهاش ليها ساره يلاه نخليك بلا ما في الصهد ونخليك مريحه وديك الساعه جربي كتحسي من الداخل يلاه ما فهمتش انا دابا فهمي اللي عجبك ولا انت ولا اللي حراسك مش صافي الله يسامح الله يسامح خلي عاد نشوف حالاتنا يلاه يلاه سمعتيني وعودي هاد الخطره من تجي من دير شي امر عودي اعتذري عودي قولي ودي سمحوا لي راني كذا اعتذري على الاقل واخا العذر اقبح من ذنب اعتذري كي تقول لي تخرجي في عينك مالك دابا شنو هي مالك دابا حمزه علاش كتهضر بهذه الطريقه انا نهضر بهذه الطريقه وندير لك مقلب ونفوتك ليه وصحتك لا لا شوفي يمكن لا مقلب لا والو مرتين انا غادي نمشي بحالاتي كاع يلا لا 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 عداك ساره راه مقلب مالك علاه تزعل مالك نرجع لها كاع وساره التليفون فين داير والله يتخرجت من خوتي خرجتها من باش تعلم تعلم دير فيا المقلب نورانا خي الزوم الحلاه راه ماشي انا صافي هو سمحي لي سيدي خذي راحتك لما ساره لما قدت لما قدتك ساعه زيدك جوج عارفين انك قلت انا عارف اللي كاين والله شوفي راه هو اللي قال لي غندير فيها مقلب لا ساره انا ما درتش مقلب حتى حاجه هو الشويطين كي جيتك لا ساره شوفي ما دير فراسك والو معليش الشيطان رديتك الصرف خوتي المشاهدين كما دارت ليا رديت ليها انا شوف انا صراحه انا الوالده ديالي عزيزه عليا حقا ساره ولكن حتى المراه ديالي عزيزه عليا وعندها المقام ديالها وعندها المكانه ديالها خذي راحتك هادشي كله ما منوش انا لا نبقى في الجوع نبقى في العطش وحاجتكم هي الاولى شي مسكينه الوالده كتبقى معانا حاجه من هادشي كله ما منا والو نقول لك سمحي ليا راه هو قال لي بغيت ندير فيها مقلب ما بغيتش نخسر خاطرك وما ندير فيك لا مقلب لا والو راه هو السبب في هذا الشيء هضروا معايا بجوج انا نبقى معاك واه كتبكي واه كتبكي انا نبقى معاك نص نهار كتبقي شغل الله يعطيك صحتك والله يخليك لينا خالتي نرجع ونأكد لكم اخوتي المشاهدين
ابار انني الوالده ديالي عزيز عليا وما كانت كبيره واخا مرتي حتى مرتي حتى هي عندها مكانه خاصه في قلبي وكما قلت لك انا بغيتي تعزني عز مرتك حتى هي اي مرحبا لا اختي انا ما عزيتي مرتك ما عزك المهم عز مرتك وليداتك خلينا نكمل ماما المهم هو انني كنتمنى نكون انتقمت منها ورديت لها الصرف ساره الشيء المشاهد راه ماشي انا راه هو لا 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 انا عزيز عليا مرت ولدي ما نبغيش لا حاجه خايبه ناري كنشوف كيفاش بجوج وما عرفتي كيفاش دوروا يلا قول واحد كلمه ختام خوتنا احبابنا اهلا وسهلا الحباب ديالنا ولالي خطيكم علينا والصراحه حماتي والله القسم ما هي تنقول لها حماتي تنقول ماما الثانيه حيت صراحه كيفاش تعاملني وكيفاش تكبر بيا وكيفاش تهزي من قيمتي وكيفاش انا ما كنبغيش حاجه كتفكر هي وانا كي كنعاملك انا كي كنعاملك يا ربي الحمد لله باش نكون واضحين طبعا ولكن دابا والله حتى غادي المهم شوف اخوتي كنتمنى هذا المقلب بينا بزاف سمحوا لي كنتمنى هذه الريده ديالكم كنتمنى نكون درتها بساره وخرجتها منها وهي تحلفت عليها وكنقول لها من هذا المنبر هذا جهدك الجميل احبكم كنشكركم وكنتمنى بدايه دخول المدرسي موفق لجميع اخوتنا المسلمين والسلام عليكم وليده قولي سلامه سلام عليكم